بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو آخر من فيديوهات الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي. النهارده موقعنا اسمه articleai.io، زي ما شايفين الواجهة بتاعته. الموقع متخصص في كتابة High Quality AI Generated Articles، يعني مقالات تم كتابتها باستخدام الذكاء الاصطناعي عالية الجودة. طبعا عشان نسجل في الموقع بنروح على Sign Up. دي انا بس عايز اوضح هنا ان احنا يعني محتاجين ان احنا لازم نقول اجري، ونقول ان احنا مش روبوت، ونحط اسمنا هنا ونحط الايميل هنا، وبعدين نحط الباسورد بتاعتنا هنا. عندك جيميل ممكن تدخل بيه مباشرة، بس برضو لازم تختار الخانتين دولت قبل ما تخش بالجيميل، علشان لابد توافق على الامور دي قبل ما تدخل بالجيميل. بعد ما ندخل مباشرة هجد نفسنا في الصفحة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. في الصفحة الرئيسية للموقع في طريقتين للكتابة، طريقة البيزك وطريقة الادفانسد. طبعا يعني أنا دايما بفضل الطريقة الادفانسد لأن هي بتبقى أكثر دقة شوية. برضو من هنا من ستارت هتلاقي البيزك وهتلاقي الادفانسد موجودين. هنا هتلاقي المستندات أو الأبحاث أو المقالات اللي أنت هتنشئها بعد كده، لكن نظرا إن إحنا ما عندناش أي مقالة تم الانتهاء منها فالموضوع فاضي زي ما حضراتكم شايفين بهذا الشكل. إذا الخطوة الأولانية هو إن أنا أروح هنا وأروح على أختار الطريقة المناسبة للكتابة. زي ما قلت الطريقة البيزك، يعني الطريقة بتعتمد على فكرة إنك أنت بتدخل عنوان هنا هو، ثم تبدأ تقول عدد المقالات اللي أنت محتاجها كام. وخلي بالكم بس من حاجة أوضحها، إن أنت ليك 5000 كريدت. 5000 كريدت مش معناهم 5000 كلمة ولا 5000 حرف. الموقع بيقدر كل حاجة حسب الطلبات اللي انت بتطلبها، فإذا الموضوع ما هوش قاعدة واضحة. طيب يعني ممكن انا اجي هنا هو كده، اجي في الطريقة البيزك ان انا اقول يعني انتر ريليفانت فريز، دخل لي كده جملة تكون توضح فكرة البحث بتاعك، واحنا هنمشي معاك خطوة بخطوة. يعني اذا كنت بتفضل هذه الطريقة، بعد ما بتكتب هنا هو العنوان، انا كتبت هنا العنوان، بيقول لي عدد المقالات، انا عايز مقالة واحدة اكيد مش عايز يعني كم كبير من المقالات. بيقول لي عدد الكلمات المفتاحية، ومحضر لي من 1 لغاية 10 كلمات مفتاحية. طبعا بيقول لي هنا هو تخلي بالكم من التكلفة اللي موجودة هنا، طبعا مش معناها ان هو بس بيوريك انك انت قد ايه ممكن توفر فلوس، وبعد كده لو استخدمت هيبقى بمقابل بعد ما يخلصوا ال 5000 دولار. فانا لو انا قلت له والله انا عايز اخلي كلمه مفتاحيه واحده، بيقول لي 76 كلمه. طب لو انا قلت له والله انا عايز اخليهم 3 كلمات، بيقول لي بيبقوا كذا. فاذا احنا خلينا نشوف الكلام ده هو، ونشوف هنا عدد الكلمات المفتاحيه نقول 3، ونشوف هو هيختارهم ازاي. بعد ما بيتحقق من الكلمتين اللي احنا قايلينهم ويتحقق منهم، بيقول لك ممكن انا دلوقتي جاهز ان انا اكتب لك المقاله ديت، اللي هي هتكون عنوانها زي العنوان اللي انا دخلته، ذا ريليشن شيب بتوين كذا. نشوف ايه شكل الاوت كام بتاعه في البيزك عامل ازاي. اخدني هنا بقى يقول لي ان طبعا دي المقاله او ده العنوان بتاعنا. العنوان الارتيكل توبيك هو ده هوت اللي انت كنت كاتبه. الكونتنت بيقول لي والله المحتوى المقاله دي هيكون هو اكتشاف ازاي ان الكماليه بتؤدي الى كذا، وده من طلاب الجامعه، بدا يكتب لي الكلام ده هو. طبعا هنا بيقول لي الكي وورد، الكلمات المفتاحيه هي الموجوده، الكلمات اللي هو اختارها، هو اللي اختارها بنفسه، وده كلام طبعا قابل للتعديل، زي كلمه يعني بريفكشنزم في الجامعه واكاديميك بروكراستينيشن. لو انت عايز كلمات يجب ان يتجنبها ما يحطهاش، يعني لو في كلمات شايف انها مش لازم تتحط ممكن تحطها هنا، هو عايز تضيف كلمات ممكن تضيف في هذا المجال. هنا برضو بيقول لي الكلمات، عدد الكلمات. احنا قلنا هنا لو في كلمات مش عاوزه يجيبها خالص في المقالة بتكتبها هنا، لكن هنا عدد الكلمات من 100 لغاية 5000. برضو انا نصيحتي في التعامل مع الموقع بلاش تكتر عدد الكلمات قوي، لانه لما بتزيد عدد الكلمات للاسف بتبقى يعني بيخرج عن الموضوع. طيب بعد كده ما قلنا الورد كاونت، بيقول لي طبعا سيرش انجن اوبتمايزيشن عايزه يعني يكون المقاله بتاعتك يكون يعني البحث عليه يبقى عالي. انا قلت له يس ماشي. السنتمنت يعني الجانب العاطفي في الموضوع ده احنا عايزينه يعني يكون حاجه بروفيشنال، مش عايزين حاجه يكون فيها العاطفه تغلب عليها. الجورنال اودينس، مين الاودينس بتوعك؟ متخصصين ولا طلاب ولا جنرال بابليك، عامه الناس؟ خليني اقول له والله بروفيشنالز او طلاب زي ما تحبوا، بزنس تو بزنس، يعني شوف بقى انا اختار بروفيشنالز وخلاص.
الشوز تايب، نوع المقالة ايه؟ هل المقالة تشوز ذا تايب اوف ارتكل؟ نوع المقالة ايه؟ تيتشنج تكنيكال رايتنج، طبعا انا بفضل تكنيكال رايتنج او انفورميشنال، يغلب عليها طبع المعلومات، ريفيو اند كريتيك يعني يغلب عليها المراجعة والتنقيح، يعني نختار إيه؟ خلينا نجرب كده انفورميشنال، يعني نهتم شوية بالمعلومات. بعد كده هضغط على كلمة نيكست. بعد ما بيخلص بيصغر لي بيقول لي كده يعني فينيشت ارتكل، احنا خلصنا، تعال نلقي نظره على المقاله عشان اوضح حضراتكم ليه انا ما بحبش الطريقه البيزك. هنروح هنا ونقول له وريني المقاله اللي انت كتبتها، كتبت ايه؟ فادي اللي هو كتبه ذا ريليشن شيب، وهنا الكلمات المفتاحيه والجوجل سناب شات، يعني لو انت حطيت على جوجل يحصل ايه، وده محتوى المقاله. حاجتين انا عشان كده بقول حاجتين ما بحبهمش في الكتابه البيزك، لان انا مش شايف مراجع، مش شايف مراجع، تمام، ودي حاجه، ولا شايف ريفرنس ليست، ولا شايف اي حاجه، فده طبعا ما هوش الحاجه اللي انا بحبها في النوع ده من المقالات. مش عايز اقول كلمه بحبها، لكن هذا ليس الكتابه الاكاديميه. طيب بصرف النظر، لو انا حبيت اوري لحضراتكم بقى في الجزء، لو انا عايز احمل المقاله دي، بيقول لك ممكن تعملها بي دي اف او اتش تي ام ال او تيكتس او جيسون. طبعا كلنا، ما يعني مش عايز اقول معظمنا ما يعرفش جيسون، لكن هو عبارة يعني عن أحد التولز أو أحد طرق كتابة الأشياء في النت. ال HTML طبعا ده، أو هايبر تكست ماركن لانجويج كنترول، كلام اللي الناس بتوع زي حالاتي بيحبوا النت عارفينه، التكست وبي جي اف. شوف اللي يناسبك أكتر، مجرد ضغطة واحدة هيبدأ ينزله لك بهذا الشكل، وبينزله كزيب فايل طبعا، لكن لما تفتحه بتفتح كده بتلاقي المقالة بهذا الشكل. جميل، ماشي. طيب مش هو ده برضو اللي انا بحبه، لان انا مش لاقي مراجع، وبرضو باكد مش لاقي مراجع، عشان كده بحب دايما الادفانسد. فانا هلغي الكلام ده هو وارجع تاني لل يعني انا عايز الغي بس الصفحه دي، هقفل الكلام ده كله وهرجع تاني هنا هو، وهروح على الستارت مره تانيه، بس المره دي هختار ادفانسد. وفي ادفانسد ميزته ان هو يعني بيديني فكره ان انا يعني اكتب البرومت بنفسي، البرومت ده واحدد، يعني اكتب عنوان المقاله واكتب البرومت نفسه، تمام، او الامر اللي انا عايزه. وطبعا انا هختار يعني حاجه انا مجهزها، ده التايتل، ده التايتل اللي هو نفس التايتل اللي احنا كنا بنتكلم عليه. عدد الكلمات مش هغيرها، وزي ما قلت نصيحتي لكم ما تحاولوش تزود عدد المقالات، وتقولوا شوف هنا مثلا 4376، ممكن يكون هو عامل مثلا يعني 400 كلمه على مش عارف كذا، فهنا اخد حوالي 600، فممكن ده يكون عدد الكلمات، يعني ممكن يكون الكريدت افيلبل هو عدد الكلمات. فحاول انك انت، نصيحتي طبعا اقول لك لغايه 5000، لكن انا انصحك ما تعملهمش 1000 حتى، لان مش هيطلع بالشكل الجيد. طيب انا كتبت كده، ده التايتل، جنريت بروموشن، هو بيقول لي طبعا هو كان كاتب حاجه هنا اهوت، انا هلغيها وهكتب ان انت تستخدم يوز ان تكست سايتيشن والريفرنس عشان تكتب لنا حوالين الموضوع اللي هو ايه، نفس الموضوع اللي هو ريليشن شيب بتوين بروكراستينيشن، اللي هو البرفكشنزم، الكماليه والكمال لله وحده، و التسويف الأكاديمي، يعني دايما الطالب اللي هو والشخص اللي هو بيحاول ان هو يصل الى الكمال، والكمال طبعا الميل ادابتيف اللي هو الكمالية غير السوية، لان في كمالية سوية وكمالية غير سوية، ما علينا يعني، لكن موضوع من الموضوعات الظريفة. فانا دلوقتي كل اللي عملته كتبت العنوان وكتبت عدد الكلمات وحاسبهم برضو 400، وممكن يعني للفضول بس هخليهم 500، تمام. هنا هقول له بعد كده جنريت درافت، واسيبه بقى يشوف هيظهر لي ايه في الدرافت ده، هنتظر ونشوف مع بعض. طبعا هو بادئ بيكتب كده، لكن لاحظوا بقى اللي انا قلت عليه، اللي هي فكره المراجع اللي كلنا بنكون حريصين عليها في الكتابه. ايوه ادي مرجع مثلا بدا يظهر، ادي مرجع تاني اهو بدأ يظهر، فبدأت المراجع تظهر لأنك كتبت له في البرومت نفسه استخدم الانتكست سايتيشن، استخدم الايه، انك انت توثق توثيق داخل المتن وانت بتكتب. شايفين اكيد حضراتكم شايفين تحت مراجع اخرى بدأت تظهر اهي، ومراجع تانية بدأت تظهر اهي. فدي طبعا الميزة بتاعت الادفانسد، ان انا ما بتركلوش حرية ان هو
يعني يكتب مقالة، الهدف المقالة بس ان انا احصل على مش عارف كذا واعمل والناس على الجوجل. لا طبعا، انا هدفي نكتب كتابة اكاديمية، فعشان كده بقول ان الطريقة او البرومبت اللي بيكون في كلمة يوز ان تكست سايتيشن والكلام ده هو دي بتبقى افضل بهذا الشكل، افضل بهذا الشكل. طبعا لما انا قللت عدد لما قللت عدد الكلمات وبدأت كده اشوف، حتى بدأ يحط لي ايه الريفرنس اهو، خليني بس انزل تحت، بدأ الريفرنس يحطها تحت اهو، بيرفكشنزم وكذا، ده المرجع اللي استخدمه، وده المرجع الثاني، وده المرجع الثالث، فبدأ يحط لي المراجع اللي هي حاجة أساسية. فعشان كده بقول انا بفضل دايما استخدام الادفانسد وليس البيزك، برغم ان البيزك قد يظهر ظاهريا ان فيه تفاصيل. كمان بيعجبني قوي فكرة ان هو يعني بيكتب لي المراجع بطريقة يعني حتى فيها شرح من المرجع نفسه بيتناول ايه، ذا ريليشن شيب بتوين كذا، وبيحاول يديني ايه فكرة حوالين العنوان، وبالتالي طبعا الحاجات دي كلها قبل للتحقق. طيب انا خلصت كده، انت خلصت كده، لكن قدامك حاجتين، اما انت تسيف الكلام ده واسمع طبعا ما يخلص خالص. شوف هنا برضو بدأ يتكلم على حاجة تانية بعد ما كتب المراجع، قال لك ايه، في طبعا سترونج كورليشن بتوين البرفكشنزم اند اكاديميك بروس، يعني كانه بيعمل لك كده خلاصه للبحث حوالين الموضوع بتاعك، ان في بوزيتيف او سترونج على سبيل المثال الشخص ده وجد، طبعا كلام في منتهى الجمال وفي منتهى الاهميه. بعد ما بخلص انا قدامي حاجتين، سيف او سيف اند ديبلوي. في طبعا انا مش عاوز، ما عندناش الاي بي اي، ان مش عايزين نعرضها على حد، فانا يا دوبك هعمل لها سيف فيحفظها لي. فلما اروح دلوقتي على المستندات بقى عندي اتنين، واحده اتكتبت بطريقه البيزك اللي هي ديت، واحده اكتبت بطريقه الادفانسد شويه، يعني دي فيو ارتكلز الاولانيه خليني اشوفها، ديت دي اللي ما فيهاش مراجع، اللي حضراتكم شفتوها معايا في الاول ما فيهاش مراجع ولا في المتن ولا في النهايه. فلما هرجع تاني هنا للدوكيمنت او المستندات بتاعتي، هبص هلاقي ان التانية او المستند التاني هو ده اللي هلاقي فيه المراجع بتاعتي.